لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي حسين السبعوي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم. بالتزامن مع ورود أنباء عن احتمال إقالة 3 وزراء من حكومة عبد المهدي، كيف سيبدو موقف الحكومة التي لم تستكمل بعض إنجازاتها؟ يعني أنا أعتقد أولا أن الحكومة لا يمكن لا تستطيع إقالة أي وزير ما لم تتفق مع كتلته، واليوم الكلام عن المعارضة العراقية في البرلمان هذا كلام حقيقة هو الاستهلاك المحلي وللحرب الكلامية والإعلامية بين هذه الكتل التي منعت أن تكون هناك كتلة معارضة حقيقية داخل البرلمان منذ 2003 وإلى الآن. فالسيد عادل عبد المهدي لا يستطيع أن يقيل 3 وزراء ما لم يكون هناك توافقا مع كتل هذه هؤلاء الوزراء، فالأمر مستبعد بالنسبة لي. بمن فيهم وزير الكهرباء؟ بما فيهم أي وزير كان. هو اليوم لا نتكلم عن وزراء كفؤين ونتكلم عن وزراء عدم كفؤين، حتى رئيس الوزراء يتكلم بهذا الأسلوب المهني. اليوم نتكلم عن كتل مؤثرة وكتل لا تؤثر. رئيس الوزراء في وضع ضعيف، لا يستطيع إقالة أي وزير من أي كتلة اللي كانت، خصوصا بعد دور تيار الحكمة وقائمة النصر وسيد العبادي. العمل في مواجهة عادل عبد المهدي، كل هذا لا تسمح له بأن يقيل أي وزير، ولا يستطيع أن يقيل موظف مستوى مدير عام. في هذا السياق، كيف تقرأ حديث تيار الحكمة عن تشكيله لحكومة الظل بالشراكة مع أطراف سياسية أخرى؟ هو هذا المهم، السؤال المهم. اليوم منذ 2003 وإلى الآن لا توجد كتلة معارضة. أنا أستغرب بعد سنتين يخرج من الحكومة ويقول سنتبنى موضوع معارضة. هناك مشكلة لدى هذا المكون ولدى هذه الكتلة الشيعية الكبيرة، أنه لا تسمح بوجود معارضة حقيقية داخل البرلمان لكي لا تقال الحكومة وتستنفذ مدتها 4 سنوات. هذا ما يطرح في الشارع هو مجرد حرب كلامية وحرب إعلامية بعيدة كل البعد عن الصواب. لو كان هناك جدية فعلا بالموضوع كان منذ البداية تشكيل كتلة معارضة تقابلها كتلة حكومة والمعارضة تراقب الحكومة. اليوم منذ 2003 إلى الآن لم نسمح بكتلة معارضة حقيقية. هذا السبب الذي نستبعد وجود كتلة معارضة حقيقية في البرلمان سواء من 2003 وإلى الآن وحتى مستقبلا، لأنه جميع يعتبر المشاركة في الحكومة هي مكسب ومغنم وليس خدمة لهذا الشعب. فأستبعد أن تكون معارضة جدية، ولكن هذا الدور وهذا السيناريو الذي يقومون به هو لكي لا تستطيع أي قوة أخرى أن تمارس هذا الدور وهم يسبقونه، كما كانت المظاهرات والحراك الشعبي في ساحة التحرير ودخلت بعض القوة إليها وأفسدت هذا العمل. كذلك عمل تيار الحكمة سيفسد أي عمل حقيقي معارضة لحكومة السيد عادل عبد المهدي حتى تستنفذ مدتها 4 سنوات. ما مدى نجاح مساعي تيار الحكمة لتشكيل تحالف جبهة المعارضة في البرلمان والتي تضم أيضا ائتلاف العبادي؟ سينجح بمنع وجود معارضة حقيقية وليس ينجح بإيجاد معارضة حقيقية. هو سينجح لكن بعدم وجود أي معارضة حقيقية، سيمنع وجود معارضة حقيقية من خلال هذا الحراك، كما الحراك الذي تدخل في ساحة التحرير وفي غيرها منع أن يكون هناك حراكا شعبيا حقيقيا. نحن نعيش أمام سيناريوهات لا تسمح بأي مساس بالعملية السياسية وبالمساس بالمنصب رئيس الوزراء للمكون الشيعي وما إلى آخره، بمعنى أنه الحكومة الطائفية لا يمكن المساس بها، مستندة إلى هذه الآليات التي تعتمدها إضافة للدعم الخارجي سواء من إيران أم من الولايات المتحدة. في ظل تفكك هذه التحالفات داخل الحكومة، هل بات عمر حكومة عبد المهدي معدودا كما يرى البعض؟ لم أجد أي حكومة استقالت أو أقيلت قبل انتهاء مدتها منذ 2003 إلى الآن. الجميع حريص على البقاء وإرضاء الجميع بصفقات بعيدة عن الإعلام. ما يجري هو لمنع وجود حراك حقيقي داخل قبة البرلمان يتولاه تيار الحكمة. هذا هو أصل السيناريو الحقيقي. أنا لا أعتقد وجود أي إقالة لحكومة السيد عادل عبد المهدي وستستمر 4 سنوات، وأن غدا لناظره قريب. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي حسين السبعوي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.